لئن انتهى شهر رمضان فإن حق الله لا ينتهي إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله هو رب رمضان، وهو رب شوال، وهو رب جميع شهور السنة، فاتقوا الله في كل الشهور، حافظوا على دينكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على دينكم في كل حياتكم، فإنه رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وهو نجاتكم من النار. فحافظوا على دينكم وتمسكوا به في كل الشهور وفي كل الأوقات. إن شهر رمضان يتبع بالشكر، ويتبع بالاستغفار، ويتبع بالفرح بفضل الله الذي مكننا من صيامه وقيامه، فنحن نفرح بهذه النعمة، لا نفرح بانقضاء الشهر، وإنما نفرح بأننا أكملناه في عبادة الله، بهذا نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واحذروا من كثرة اللهو واللعب وكثرة الغفلة والإعراض عن طاعة الله، لأن الشيطان حريص على أن يبطل أعمالكم وأن يمحو كل ما فعلتموه من الخير، فيسول لبعض الناس أنه إذا انتهى رمضان صار الإنسان حرا طليقا، كأنه خارج من سجن، فينطلق في اللهو واللعب والغفلة وإضاعة الصلاة وغير ذلك من المنكرات. فلا تنقضوا ما غزلتم وتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على ما عملتم من الأعمال الصالحة، وتوبوا إلى الله من تقصيركم وخطئكم، فإن الله يتوب على من تاب.